الحمد لله ربي وفقنا فزنا بالمباراة. مازال عامل كبير، مازالت مباريات أخرى صعبة لازم نوجدوا لها كما لازم لها إن شاء الله باش نأملوا باش الفريق هذا يبقى في القسم الثاني إن شاء الله. يلا بلوشير تاع تدريب اللي خلتنا نلعبوا بثمان لاعبين، هذا الشيء اللي خلانا بالك وربما ما نديروش مقابلة في المستوى، ولكن احنا رانا دوك مازالت لنا مقابلات باش بولوماتيان تاعنا إن شاء الله الجمهور تاعنا اللي جانا إن شاء الله يسمح لنا إن شاء الله، وكاين مقابلة إن شاء الله نحضروها المقابلة الجاية إن شاء الله. ثلاث نقاط في استادنا وين سحقيناهم بزاف ابري ريزولتا بوزيتيف اللي جبناهم سعيده الحمد لله سافا نو بيرميت دو كونتينيو في هاد لا ديناميك تاع لي بون ريزولتا، وان شاء الله نونشينيو ان شاء الله المره الجايه مع الحراش ان شاء الله في لا فيجن ان شاء الله. بصحتهم لا فيكتوار القبه، والله حنا ما كناش لا اوتر كي تشوف كيما درنا لي 5 بريمير ماتش اللي بدينا، ولا هذا سي الموفي ماتش تاعنا. كشتو بلي كانت مباراه صعبه ولا لا غالب درنا اللي علينا فوق التيران وسينا نجيرو لو سكور حتى نولو نربحو ان شاء الله، مي لا غالب اون كيسينا بيان سور ان بينالتي في بريمير بيريود، مي راك تشوف الوضعيه اللي راهم فيها ما تسمح لهمش على كل حال، حنا نشوفو درنا اللي علينا ومازال خير قدام باذن الله ان شاء الله.